السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ميري سويت كوك مع فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم فلون كراميل اللي كتحضر بثلاثة المكونات فقط. يمكن لكم توجدوه العائلة ديالكم والضيوف ديالكم، بالاخص انها التحلية كتجي لذيذة بزاف وشكل ديالها كيجي اكثر من رائع. خليكم تكتشفوا المكونات بطريقة التحضير. بسم الله وعلى بركة الله، كأول مرحلة كنحضرو كراميل. غنحتاجو ليه 50 غرام سكر وملعقة صغيرة ماء. كنوضعو هاد المكونات في مقلاة غير لاصقة في النار تكون مهيلة بزاف، وكنحركو حتى نحصلو على كراميل كما كتشوفو هنا. وهنا كما كتشوفوا كنفرق الكراميل في القالب اللي غنحضر فيه الفلو او التحليه، وكنوزع بطريقه متساويه وكنخليه جانبا باش انه يبرد مزيان. كمرحله ثانيه غنوجد الفلو اللي غنحتاجو ليه قطره ديال الحليب، غنوضعه في النار حتى يغلي. من بعد كنزولوه وفي اناء اخر كنوضعو ربعة البيضات، 60 غرام ديال السكر حبيبات، كذلك كنضيفو 100 غرام ديال السكر فاني او روح الفاني. كنخلطو هاد المكونات مزيان، من بعد كنضيفو الحليب اللي سبق وزولناه فوق النار. كنضيفو الحليب بشويه بشويه مع الاستمرار في التحريك كما غتشوفو في تتمات الفيديو. وكمرحلة ما قبل الأخيرة كنوضعو الصفايا فوق القالب اللي سبق ووضعنا فيه كراميل. كنصفو الخليط وكنغطيه بورق الألمنيوم وكنوضعه داخل طنجرة اللي فيها شوية الماء طريقة باماغي، وكنوضعه فوق النار تكون مهيلة بزاف مدة طهي ساعتين ونص تقريبا. يمكن لكم كذلك توضعوه في الفران في درجة حرارة تكون معتدلة ومدة الطهي 3 ساعات. من بعد ما كنزولو الفلون فوق النار كنخليوه يبرد مزيان، كنزينوه باي حاجه متوفره عندنا في الدار اولا نخليوه غير هكا كيجي الشكل ديالو زوين بزاف، كذلك المذاق ديالو. كيتقدم كطبق ديسير في اي وجبه. كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه هذه وتردوا عليها الخبر في التعليق. هذه هي وصفه الفلون كراميل اللي حضرت معكم اليوم، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ميري سويت كوك كتمنى لكم اوقات سعيده. الى اللقاء.
We'll be right back.